من الضروري مشاهدينا الكرام استئذان أي شخص قبل تصويره ونشر الصورة أو الفيديو كمحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لكن نائبا عراقيا يدعى باقر كاظم الساعدي قرر هنا أن يفعل العكس، حيث صور نائبات ونوابا دون علمهم واستئذانهم خلال جلسة للبرلمان والتي كانت مخصصة لمناقشة القصف الإيراني على العراق. نشاهد هذا الفيديو ونعود إليكم. هذه الفيديوهات أثارت حالة من الضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا المغردون إلى محاسبة البرلماني مطالبين بوضع حد لتصرفاته في ظل استياء ومطالبات بضرورة ضبط تصرفات البرلمانيين، فيما اقترح آخرون سحب هواتف النواب قبل الدخول إلى جلسات البرلمان. وآخرين رأوا أن الفيديوهات التي تظهر فيها النائبة طبيعية ولا تحمل أي دلالات غير مناسبة. مشاهدين، مسألة التصوير هذه لطالما أثارت جدلا في العراق، وخاصة أنها ليست المرة الأولى التي يصور فيها هذا النائب العراقي الزملاء داخل البرلمان. قصصنا مستمرة، ولكن بالتأكيد نتابعها بعد فاصل قصير.